FM. الكلمة ليك. كابوتشينو. سي شادي بن عمار مرحبا بك. ما ننساوش اللي اليوم 3 جوان 55 سي طاهر بن عمار هو اللي أمضى على اتفاقية الاستقلال الداخلي في 3 جوان 55، وهو اللي أمضى زادا على اتفاقية الاستقلال التام في 20 مارس 56. بيان سور 60 سنة. أنت عملت كتاب فوليمينو ننصح الناس الكل باش يقراو، 750 صفحة تقريب، فيه دي دوكيومون اكسبسيونيل، تصاور اكسبسيونيل، شهادات حية. بيان سور والدك يلعب دور مهم ودور أساسي، وفي البانثيون تاع تونس من الشخصيات الأولى، وإحنا دورنا كذلك كإعلام باش نعرفوا بهدايا. كما أنت عرفت بوك وعمل نضالي صنعت بوه لعيروه، لأنه بوك كان مناضل، ما نساوش وأنه مشى مع ثعالبي في لابرومير ديليغاسيون تاع الوفد التونسي تاع الدستور ديسمبر 19 حتى فيفريو 1920 جو، واقترحوا قضيه حزب الحر الدستوري وقضيه الاستقلال الوطني. دونك بالنسبه ليك العمل هذا هو اعاده اعتبار للذاكره زياده على اعتراف بيان سور بوالدك. العمل هذا اهلا وسهلا ساعه قبل كل شيء، وشكرا على الاستضافه. كيفاش سيدي؟ الميكرو هكاك تقرب له برك. الكتاب هذا اللي عملته كتاب أكاديمي. أي. أكاديمي، حبيت فما جهد في مستوى التوثيق وتوفير الوثائق للقارئ وللباحث، وجهد أيضا لتصحيح المسار التاريخي. الوالد صحيح كما ذكرت العم دور كبير في تاريخ الحركة الوطنية، والتاريخ السياسي للوالد يرجع ل 1912. أنا ذكرت في الكتاب هذايا المراحل الهامة اللي مر بها الوالد، ومن خلال المسار السياسي تاع الوالد بالطبع التصحيح ل مسار الحركة الوطنية كلها من 1912 إلى 1958. ذكرت تأسيس الحزب، صحيح تأسس الحزب هذا في عام 1920، قبل ما صار تأسيس الحزب عام 1920 نذكر شيء اللي هو هام جدا، ولو الوالد تمكن من مقابلة الرئيس ويلسون في مؤتمر فيرساي في جوان 1919، وقدم له اللي سكون ابلي على ايبوك لا كيستيون تونيزيان، القضيه التونسيه، وشيء هام جدا. وقبل الاجتماع بويلسون صار لقاء زاد هام يجمع الوالد بالامير خالد حفيد الامير عبد القادر في تونس للتنسيق، مؤسس الوالد افريك دو نور. ابسوليومون. هذه مراحل هامه. احنا كنا نرجعوا ل 55، الوالد أمضى الاتفاقية هذه وكان هو رئيس الحكومة آنذاك. والغريب في هذه الحكومة أنا حكومة ائتلافية، كانوا فيها 4 أو 5 ساترة، وكانوا فيها مستقلين، وكانوا فيها شراكيين، وكانوا فيها يهود، وحكومة معناها كان فيها لا ما كانش فيها يهود. الحكومة الأولى ما فيهاش يهود. الحكومة الأولى كانت فيها حكومة 55، الحكومة اللي تكونت يوم 8 لا لا ابدا والبربسيس. لا ابدا، شوف 58 اللي تكونت عام 54 البربسيس خبير في اللجنه اللي كانت ترافق الوالد، اما البربسيس دخل في الحكومه الثانيه اللي تكونت يوم 17 سبتمبر. اما الحكومه الاولى ما كانت فيها الا هي الحكومه الاولى. ما قلت لك رئيس حكومه كان فيها زوز يهود اللي هو اندري باروش. لا ابدا اندري باروش فنتعون ما كان في الحكومه، كان وزير الشؤون ابدا بعد الاستقلال. لا مع في الحكومه تاع الرئيس الحبيب بورقيبه. اما الحكومه اللي فيها الوالد لا اندري باروش جاء في بلاصه البربسي السفري، اما كان فيها العباسي وكان فيها الباهي لدغم، كان فيها الهادي نويله. الحكومه الاولى تكلم الثانيه ساعه
الحكومه الاولى اللي هي الدوله الاولى. سيدي عندنا حكومه راس هابوك تو احنا دونتري دون ان فو ديتا ان فو ديبا حب حكومتين اللي راس هابوك لان قلت لك كانت كان فيها سوشيال الحي ما شتي لك احنا الفكره حابوا نوصلوها وانه حكومه كانت ائتلافيه دونك الاولى ولا الثانيه ما ثم حكومه راس هابوك ومهمه جدا وهذاك الفكره اللي نحب نقولوها للتوينتا لانه الحكومه اللي بعدها ولات كلها تاتره فهمتني هذا اللي نحب نقولها هذه تضم اللي توت لي سونسيبيليتي فهمتني فوالا ايتي ريبريزونتي دونك ثم ائتلاف مهم جدا. الوالد الخاصيه تاع الوالد هو كان انسان عنصر وئام عنصر وئام وكان يحب يوفق ما بين فهمت جميع النزاعات السياسيه اللي موجوده في الشيء شادي الحين كان الشيء لك كان سوسياليست فوالا هنا في تونس فوالا ريبريزونتاس فيو ابسوليومون كانوا فيها كان عباسي زاد كان سي عزيز عباسي اللي كان يمثل الاتحاد التونسي للشغل كان فيها بالطبع التياترا فيها سي كان فيها صادق المقدم سي المنجي سي سليم سي صادق المقدم محمد المصمودي الهادي نوير الهادي نوير كان مستقل والباهي لدغ مستقل وقتها في الحكومه الاولى ما نساوش هذا سي تري امبورتون لازم نعرفوه ونقولوه للتوانسه خاطر سي تري امبورتون وان حكومه طاهر بن عمار الثانيه بون كانت الحكومه هذه الائتلافيه المهمه صحيح. جدا صحيح. وكانوا من بعد بن سويلي شد الحكومه رئيس بورقيبه هذيك وقتها سي نوت بير دو مون واحنا كان بيوتنا واحنا كان اليوم فهمت نرجعوا شويه للماضي باش نشوفوا شنو اللي صار قبل صار هذه الحكومه حكومه ائتلاف واحنا بيودنا اليوم تصير فهمت حكومه ائتلاف خاطر المشاكل اللي نعيشوها اليوم في تونس وهذا اللي همنا اليوم التاريخ حاجه باهيه وانما الحاضر والمستقبل يهمنا ولا سيما فهمت احنا نعيشوا في ظروف صعبه اليوم احنا في حاجه اكيده حاجه اكيده اليوم الى ائتلاف وطني ولا مفر منه ولا مفر منه كان حبوا نخرجوا من المشاكل اللي احنا عايشينها يوميا واللي قاعده تتعقل من يوم الى يوم نرجع معك الكتاب كنت تسمح سي شادلي طاهر بن عمار كفاح ورجل ومسير الأمة نحب نسألك على الدوكيومونتاسيون اللي موجودة أنت تقول في انترفيو مع جريدة صباح قلت هذا عمل شخصي وثمرة 30 سنة من العمل نحب نعرف منين لي سورس اللي خذيت بهم قال سفيان فما اون دوكيومونتاسيون انيديت موجودة في موجودة فما لي زارشيف الارشيف الفرنسيز فما لي زارشيف تونيزيان فما الوثائق اللي كانوا موجودين عندنا في الدار كنا محتفظين بهم فما الصحف اللي هو مرجع فهمت الصحيفه مرجع مرجع فما الشهادات الحيه اللي تحصلت عليها من طرف العناصر الفاعله انذاك عده شهادات اللي هي تجي وتوضح بعض بعض مواقف توضح بعض قرارات اللي خذاها طاهر بن عمار الى اخره هذه الاشياء فهمتي اللي انا ذكرتها في الكتاب نتاعي سقط الموقف قلت فما حتى شهادات مكتوبه من عند طلبت مني وقت كبير 30 سنه يعني عندك زاد مدونه كبيره خليها لك ولدك من وثائق من وثائق ولي الوثائق الكل مديت بها وصور القارئ والتصاور اللي صور هما بينهم وثائق 147 147 تصويره التصويره وثيقه التصويره تتكلم ولا سيما كان الموجود المفتاح نتاعها لا ليجوند toutes les photos sont légendaires. C'est vrai, موجود ننصحكم باش تفرجوا في لي فوتو هذوما باغ اكزومبل لقاء مؤلف الكتاب رئيس حبيب بورقيبه بقصر سعيد يوم 15 مايو 83 وعلى ساد رئيس بورقيبه سي الاسعد بن عثمان اللي راحوا في المدري ثقيل وقتها موجودين هنا يوم 15 مايو 83 فوالا هذه تصويره مهمه جدا حلوه رئيس حبيب بورقيبه وعانق الطاهر بن عمار بمناسبه عيد الجمهوريه في 25 جويليا 69 بعد توسيمه بالوسام الاكبر للجمهوريه نعرفوا لوالدك بعد خلال معناها عاش محنه كبيره صارت قطيعة ما بينه هو بين زعيم بورقيبة والرئيس بورقيبة قطيعة دامت فهمتي سنوات فهمتي عام 69 فما صار التوسيع وإنما المشكل قد قايم خاطر نذكر كان في التصوير اللي كنت نتكلم عليها أيوة. تاع لو 15 مي 83 الرئيس حبيب بورقيبة نادالي وقال لي بالحرف الواحد ديت اسي طاهر كو بورقيبة نوبليرا جامي كي نو باردونيرا جامي سو ني با نورمال بالحرف الواحد مره بالسوري ومره بالعربي يتكلم سو ني با نورمال كابري 30 طون دو ساكريفيس الشيء اللي بيه الفائده لتونس المفاوضات والاستقلال جاوا على ايدي سي طاهر بن عمار اي مو دون تو سا ويسكو جو سوي فوالا بون ما ينفيش وانو بيان سور اون بو بونسي كو نافي با زونكور باردوني اي نافي با زونكور اوبليي
نوبليون با هذا اللي قلت البارح احتفلنا بالرجوع المظفر نتاع بورقيبه اللي كان زعيم الامه وبيان سور كانت حساسيات موجوده و سيتي ان انستون ماجيك ونتلقى فيه قائد بالشعب نتاعو لكن بورقيبه بيان سور ما كانش وحده وكان معاه رجال كبار. ثم صباح نحكي انا وحسن الهمالي انت جبت علي ثم دي بيرسوناليتي لعبوا دور كبير. ابسوليومون. ما نذكر حد كنا شادي خير الله مصطفى خير الله وغيره محمد شنيق محمد شنيق اللي كان عنده ثلاث زوج حكومات يظهر لي قبل منهم حكومه كان فيها صالح بن يوسف وزير عدل 52 حد 51 1950 كونت الحكومه هذيك 1950 وفيها سي صالح بن يوسف اللي كتب وزير عدل كان كاتب العام تاع الحزب الدستوري كان يحتل مكانه وزير العدل وفيها سي حمادي بدره من نسوا سي حمادي بدره فهمت الحكومه هذه واللي بعد الخطاب تاع تيونفيل اللي قام به اللي عمله سي هذا مسيو روبير شومان الوفد التفاوضي اللي انتقل هو وقتها سي فيه سي سي صالح وسي سي حمادي وكذا واللي اثر الخطاب هذاك سي محمد شنيق بعث رساله في شهر اكتوبر 1951 الى الحكومه طالب بفتح المفاوضات الا ان فوجئنا بالرد الفرنسي اللي يتمثل في الرساله تاع 15 ديسمبر 1950 هذا ريجي بيوري سامبل فنتلا دو لا دوموند وسي صالح وسي صالح بن يوسف وسي حمادي بدر انتقلوا وقتها الى فرنسا انتقلوا الى فرنسا في لو 13 جانفي 52 باش يقدموا روكيت اوبري دي ناسيونز اوني صحيح فوالا على سويت دو كوا لو 10 جانفي 52 توقف الرئيس بورقيبه قامت الثوره واندلعت الثوره سنه 52 18 جانفي فهمت على ديكلونشمون دو لا ريفوليسيون تونيزيان. حبيت نذكر جوست للتاريخ في صفحه 87 تجبد على الحكومه الثانيه نتاع والدك اللي يلحقوا سي طاهر بن عمار رئيس الحكومه طاهر بن عمار مستقل وزير الداخليه سي المنجي سليم من الحزب الدستوري وزير العدل سي موسى كاظم بن عاشور مستقل وزاره المعارف سي جلولي فارس كيف الله يرحمهم كل الحزب الدستوري وزاره الماليه سي الهادي نويره بون في هذه هو من الحزب الدستوري في الحكومه الاولى كان مستقل مستقل ما بعد يرجع وزاره الاشغال العامه عز الدين العباسي زاد مستقل كان يمثل النقابين وزاره الصحه العموميه الصدق المقدم من الحزب الدستوري هذا ولد نقدنا ولد نقدنا شو اقول لك بدا عرفنا على انسان سي حمادي بدره مستقل وزاره الاقتصاد الوطني سي محمد مسمودي من الحزب الدستوري سي حمادي بدره يمثل التيار المنصفي المنصفيزم وزاره البريد والبرق والهاتف انا ذاك يسموها هكا البي تي تي سي شادي الحي اللي هو الاستهلاك حاب ياخذ وزاره الفلاحه لكن بوك صحيح فضل يعطيه وزاره هذيا وزاره الشغل سي فتح زهير يرحمه اللي هو معناها اخته مال سي صالح بن يوسف وكان من بعد وصل معناها هو عميد المحامين التوانسه وصارت التهيئه العمرانيه البيت بسيس اللي هو مستقل من بعد يجي حكومه اخرى يخرج البيت بسيس مستقل يدخل غير بيروت دونك لا سي ان تري كرون اكزومبل معدل سن الوزراء فهو 48 سنه معدل سن الوزراء انذاك 48 سنه سي حسن تري امبورتون تري امبورتون بون طاهر بن عمر البيت بسيس 70 عام محمد كاظم بن عاشور 58 عام حمادي بدر 55 عام جلولي فلس وسيد الحيم 45 عام مونجستيم 49 عام الهادي نويا 48 عام الصادق المقدم 40 عام فتحي زهير 38 عام زهير عز الدين عباس 36 عام محمد مسنودي 33 عام على ليبوك سيتي كوميم كوميم كيكو شوز وتقبلهم الباي ومن بعد فيهم جماعه عملوا مساعي حميمه في السلاع البرجيبي الروسي حبوا معناها ما يقعش طرد صالح بن يوسف في مؤتمر الشاق السنه هذيك والدك لعب دور كبير جدا اليوم هل تراوى انه تم إعادة الاعتبار للسورة نتاع والدك لأنه فترة ما تميست. رد الاعتبار مازال ما صارش بصفة رسمية. وأنا شو معناها بصفة رسمية؟ بصفة رسمية وأنه الدولة نتكلم الدولة مش الحكومة، الدولة ما قامتش برد الاعتبار. أنا اللي نترقبه هو رد الاعتبار من طرف المؤرخين، التاريخ، التاريخ لا يرحم. والتاريخ سوف يقول فهمت كلمته فهمت كلمة الحق فيما يخص الطاهر بن عمار فيما يخص الحبيب بورقيبة اللي كان عليه ما عليه وله ما له ومحمد شنيق وفهمت الشخصيات السياسية اللي لعبت دور آنذاك الأمل نتاعي هو في الـ في الـ في المؤرخين والتاريخ ونذكر القول أما كمان المعادلة هذه بين بورقيبة
وبوك العيد حمود لا 5 جويي لا لا سيتي فوس 69 سيتي كيك شو دو ان مومون اسي فول كمان با دو تو با دو تو مغالطه مغالطه يعني وقتها بورقيبه واسمه بويسام الاكبر للاستقلال سيتي مون بير كي افي نيغوسي كي افي سيني 14 ans après, il faut que l'indépendance. 14 ans après. C'est malheureux de le dire. Ah, c'est un sejn ou. Et Dolman, Dolman, sejn Dolman, il y a une ferie de la Habib Bourguiba, il y a une ferie de la Habib Bourguiba, il y a une ferie de la Habib Bourguiba, il y a une ferie de la ناهيكم انه فهمت لما توفى الطاهر بن عمار ولا ولا ما فهمتش توفى عام 85 1985 حتى حد ما تكلم لا جرايد ولا فهمت ولا كذا ولا تقديم تعازي رسميه ولا كذا اللي عبر عليه وقتها المرحوم الاخ الحبيب العريس بالصمت الفضيحه هذا ما نسوش شيء هذا ما نجموش نساوه دونك احنا توا ليسونسييل وانه تاريخ تونس لعب فيه سي الطاهر بن عمار دور مهم دائما 50 سنه تقريبا دور هذا زعما حتى المكانه الاماميه أيه. منذ 50 سنه 50 سنه من 1912 الى 1958 كان من قيادات الصف الاول اللي وقع على اهم اللي تي او غران كونساي هو بوك كان في الغران كونساي كيما عديد الناس اللي كانوا في الحركه الوطنيه كان محمد الشنيق ولا سي الحبيب الملي واللي كان صديق زاد الثعالبي اللي مشى وعملوا لا فاميس كونسلتاسيون حول الدستور 1861 واسسوا الحزب الحر الدستور 1920 قعدوا ثلاث اربع شهور قعدوا من ديسمبر لفيفري الحزب تاسس لا اللي مشاوا لفرنسا فرنسا انتقلوا خرجوا اخر ديسمبر 1920 وصار اول اتصال اوائل فهمت بالرئيس الحكومه انذاك واللي كان زاد وزير الخارجيه شو اسمه ديبي جانفي 1921 واللي قدم له العريضه الوالد والعريضه هي مصحين فيها 30000 تونسي 30000 تونسي انذاك في 1920 سيتي تري امبورتون. ما نروحوا كان في فيفري؟ وروحوا لفيفري باش قابلوا بالطبع الوزير الخارجيه الوزير الاول انذاك ورئيس مجلس الحكومه ثم سقطت الحكومه نتاعه وجات جاء رئيس حكومه ثاني زاد اتصل به الوالد وقدم له الملف تاع القضيه التونسيه واتصل بالبرلمانيين واتصل بالصحافه واتصل بالسياسيين وبالعناصر الفاعله باش يعرفهم بالقضيه اللي حتى حد وقتها ما كان يعرفها القضيه التونسيه شنو هي لي فرونسي بونسي كو لا تونسي سيتي ان ديبارتمون بارمي تون دوات فهمت دو لا فرانس احنا طالبين وقتها شنو هي اصلاحات وتمكينا من دستور برلمان هذا شنو اللي طالبين دستور داير البند الاول هو برلمان طالبين برلمان تونسي دونك ما نساوش اللي الخلافات وقعت زاد على خاطر اليبوك وقت كانوا باش يكونوا الحكومه الاولى نتاع والدك الله يرحمه البي حاب يحط ثلاثه من انسابه منهم سي بن سالم انذاك الدستوريين حابوا يحطوا كان زوز بورقيبه كان عنده موقف الهادي نويل على اساس موقفه من حكومه فوازار انذاك صحيح هذا فما صار شيء هذا صار حدث كيما هكا دونك كانت خلافات سياسيه والشتله كانوا خايفين زاد لا نجيو للتكليف بالمجلس التاسيسي الاول، التكليف بالمجلس التاسيسي الاول كان على اساس انه قريت انا تصريح البوك وتذكر انت هذا، المجلس التاسيسي الاول كان متجه نحو اون مونارشي كونستيسيونيل. تو الموند ديزي اون مونارشي كونستيسيونيل، تو الموند، الحبيب بورقيبه، الطاهر بن عمار، البي اللي هو عمل التكليف انذاك. هذا الناس كلها تو الموند بارلي دو مونارشي كونستيسيونيل، هي ايبوك فهمت لو بي اكزيستي، لا مونارشي تي لا، دونك اون بوي بارلي كو دو مونارشي كونستيسيونيل. يعني ملكيه دستوريه. الحكومه تاع الطاهر بن عمار، والطاهر بن عمار هو اللي عمل المجلس التاسيسي. المجلس التاسيسي والقانون الانتخابي الى اخره والاول انتخابات حره مستقله وديمقراطيه صارت في عهد طاهر بن عمار يوم 25 مارس 56 بعد امضاء الوثيقه على وثيقه الاستقلال والجلسه الافتتاحيه صارت يوم 8 افريل 56 البي كان موجود ما وقتها الحكومه باش تتبدل وبورقيبه ما زال ما صار حتى شيء بورقيبه لا ابدا لتصحيح الواحد بورقيبه اكبر دليل وانا بورقيبه رشح نفسه كرئيس مجلس تاسيسي
احتل الرئاسه وحب يبقى رئيس مجلس تاسيس ورئيس الحزب، وطالب من الوالد انه باش يواصل المهمه. بعد سجلوا لي فلس بعد لما الوالد لو 9 افريل فانت صدع الصحافه وقدم الاستقاله نتاعو بور مونتر لي جون دوفون فيت اكومبلي باسكو الوالد اسوناج فهمت لا فولي باسي لو رولي ادوتر. قدم الاستقاله واضطر وقتها البي باش يشوف شكون، قال الستار قالوا شكون، قالوا فلان فلاني، قالوا الحبيب بورقيبه، قالوا تضمن فيه، قالوا هو كذلك نضمن فيه بالطبع. وعمل تصريح الوالد في ايه ما بورقيبه ما كان صنيعه والدي، كان بورقيبه كان بورقيبه صنيعه علاش معناها بورقيبه من 34 كان في الحزب الحر الدستوري وشخصيه كما قلت لك انا لو 3 جوان عملنا الاتفاقيه سامحني لو 1 جوان روح رجع العبطال شوف سامحني عليك هذه الكل كان منظم تو باش احنا يظهر نعمل في التاريخ مش لازم نكلموا نقولوا كلمه الحق الطاهر بن عمار اتفق مع فهمت الرئيس ادغار فور ايوه اللي كان يتفاوض معاه يوم وصارت الاتفاق المبدئي صار مضاو عليه يوم 22 افريل 55 الامضاء صار فهمت 3 جوان وانما الامضاء على الاتفاق لاكورد دو برانسيب 22 ووقتها طلب الوالد بصفه رسميه وانه كل المساجين وكل الناس اللي هما فهمت يا سيدي اضطروا باش يغادروا ارض الوطن باش يلتحقوا بمصر وكذا وكذا يصير الرجوع نتاعهم. اكيد. ادغار فور قال الوالد قالوا بورقيبا بورا روتوني فهمت دي دوما فهمت اون تونيزي لو 23 دونك دوبي لو 23 لو بريزيدون بورقيبا ايتي ليبر دو سي موفمون. Il n'était plus fontaine en résidence survie à Montargis. من قالوا تروح قالوا لا انا سي طاهر ماذا بيا نبقى هنا باش نتصل بالطلبه ونتصل بالكذا الى اخره. وشو البرنامج؟ البرنامج هو يحب يحضروا له رجوع رجوع وطلب وقتها من الحزب وخاصة من العبد الدور الكبير ياسر طيب المهيري المرحوم طيب المهيري في تحضير فهمت الحفل هذايا اللي جابوا الناس من الجنوب جابوا الناس من الشمال فهمت انا من كذا الناس كلها كانت موجوده انا كنت موجود في في ميناء حلق الوان هذا حاضر التصوير نتاعي موجود الكتاب تنجم تشوفها كنت موجود وشفت اللي شيء ما كانش سيني با فري سيني با سبونتاني سيتي اوركستري سيتي اورغانيزي هذا الحزب الحر الدستوري اللي عنده 300,000 مناضل وقتها سي دو بونغي اذا كان الزعيم تاعو يرجع اذا كان الزعيم يرجع وباش يقعد وحدنا جو با كومون مي سيتي با سبونتاني سيتي با سكون ديزي بار سويت فهمت الناس جات كذا لا بن تلقى نفسها هذا ابدا جابوهم شيء كان منظم مبرمج بلقي بالدرب حتى على الكيتاسيون نعطيك انا حاجه فوالا سي الرئيس يحب يروح يحب يركب على الخيل هاي سيدي هاي كيفاش نعم شكون اللي مكنوا باش كذا ما عادش يركب على الخيل سي حسين الاسود أيه. حسين الاسود وانت في شانتيه قال واي سيدي تجي تمر وتمر على فهمت على ركوب الخيل وانه بتفكروا بعد اللي الخيل اللي ركب عليه الخيل الانجليزي واحنا الخيل يعني عندنا بارب الشغال ولا بارب اي وقال ربما فهمت يشفل وكذا كيفاك الرئيس لما ركب على الخيل ما ركبش وحده كان فرق كانوا معاه شادين راح فهمت احتياط قال ربما الفرصه يشفل ولا كان مع ساسي كانوا حامينه اون توت ايتات كوز احنا تو سو كي غيست سا معناها كونوا زعماء هذوما يختلفوا مع بعضهم في فتره ما وغيره هذم زعماء الحركه الوطنيه لعبوا ادوار بورقيبه كان ينتمي الى حزب ما ينتميلوش بوك كان مستقل اتسيتر انا ذاك كانوا يحبوا احنا من لا لا قال لكم ميوت بابيير الوالد دوبي 1944 كون الجبهه الوطنيه الجبهة الوطنية اللي كانت تجمع الحزب الحر الدستوري الحزب الدستوري القديم الاتحاد التونسي للشغل وجميع المنظمات القومية كانوا كانت الشغل مش موجودة انا حبيت نقول لك 55 بوك ديجا كان رئيس حكومة مستقل شو كان مستقل؟ شنو اللي بوب؟ هذا اللي معناها الكاسكيت نتاعو السؤال وكيفاش شنو اللي بوب الطاهر بن عمار باش يحتل لا لعب دور من وقت سعاد ما قلنا من مؤسس الحزب الدستوري القديم قلت من 19 لا ما كان رئيس الجبهه الوطنيه واللي كان يقوم هو حديث الوثائق هنا شوف الوثائق اللي هو كان لو بارت بارول فهمت دو موفمون ناسيونال تونيزيان
حاب نقول لك 55 ولدك رحمه الله عليه اللي صحح الاتفاقيات نتاع 55 نتاع 20 مارس 56 ايتي بريزونتي كوم ان هوم انديبوندون والكيبا كان في حلب الدستور وكان السلعات بيان سور فوالا كان ثم سلعات وتجاذبات الاساس وانه صلاح بن يوسف في مؤتمر الطلبه عام 52 قال تونس التونسيين لا تونيزيو تونيزيان تو لي تونيزيان كيل كي سوا كيل كي سوا لا كاسكيت نتاعهم ولدك لعب دور كبير جدا ويلزم الاجيال نذكر الفيكسيون شكرا بيان سور تنحطوا الصوره نتاعو فوالا اسمه عبد دوله كبير طاهر بن عمار تيغرون توم عبد دوله كبير وكفانا فخر من استقلال تونس منذ قرون ما صارش صح على يد طاهر بن عمار رحمه الله كلمه نحب نقولها زاد كلمه ختام تفضل سي صالح بن يوسف لعب دور كبير ياسر صالح بن يوسف لما الرئيس بورقيبه مشى لمصر ايوه قعد 5 سنوات في مصر اللي عاود التنظيم واعاده هيكله الحزب هو صالح بن يوسف هذا ما نسوهش المنظمات القوميه كونها صالح بن يوسف والناس فهمت لا الكل هم حشر ما كانوا صالح بن يوسف لا مش حشر ما كنتش صالح بن يوسف لا لا ابدا قلت لكم المنظمات القوميه ليغات جو بار دو ليغات الفلاحين هذا الكل كونهم من صالح بن يوسف والحزب العاود اعاده الهيكله تاع الحزب كان بها صالح بن يوسف والحبيب ثامر هذا ما نساووش لازم نذكروه لازم كل واحد يحق حقه في التاريخ اكيد صح يعني هذا صالح بن يوسف كان زعيم عبو القيبه في قياده الحركه الوطنيه كان زعيم من كان زعيم من بين عده زعماء ما فيش عندنا شك وقام بعمل جبار اختلفوا والمشكله هي مشكله زعامه لا اكثر ولا اقل ما كانش فما رؤيه تختلف رؤيه تاع الحبيب بورقيبه ولا صالح بن يوسف هذا مش صحيح بالمره هذا نجم ناكده لك تقول لي لا قوميه عربيه نقول لك لا سوني با زيكزاكت ما جوني با دي سا صالح بن يوسف بالنسبه ليا قيادي دستوري دستوري وخلافات مع بلجيكا وطني الله يرحمه وينعم ومات شهيد وطني فهمت انا مات شهيد بالطبع هذا توتي ذات كوز احنا هذا يطول الحديث حديث شجون احنا نحب إعادة الاعتبار لطاهر بن عمار ولد عام 1989 مات رحمة الله عليه عام 1985 ولده سي شادي بن عمار هو اللي صحح اتفاقية طاهر بن عمار صح الاتفاقية 3 جوان 55 كما اليوم ان 55 كي 60 ans وهو اللي صح اتفاقيه استقلال في 20 مارس 56 لي بروتوكول داكور فرانكو تونسيا الكتاب سي تشادلي بن عمار كتب كتاب اون اوماج ا سون بير ا سون بيي وهذوك الكل عبيتنا وهما لي بير فونداتور تاع الامه التونسيه ونشكرك اللي قمت بالعمل هذا بيان سور يلزم اليوم لا فيكسيون ليستوار ترجع كان تسمح لي باش نزيد لما عندنا الاخبار اللقاء نتاعي كان مع الرئيس الحبيب بورقيبه في ماي وجوان 86 من جمله الاشياء اللي طلبتها من الرئيس قلت له سيد الرئيس راهو الشباب التونسي يتيم قال لي كيفاش يتيم قلت له ما عندوش رموز قلت له احنا في حاجه احنا في حاجه باش تكون عنده رموز قلت له يفوز ابارتي مسيو البريزيدون افير كونيتر جون تونيزيان كيلز ايتي لي كرون زوم كي اون فاسوني ليستوار دو تونيزي قال لي شوف سي دو ديليس كو ديت قلت له ابسوليمون با قلت له اليوم فما ناس فهمت لا من الرموز نتاع الرمز نتاع هو سي كارل ماكس والاخر فهمت سي الخميني والاخر سي كذا وجمال عبد الناصر وكذا قال لي كيفاش قلت له فما كورونا سيريست تحب ولا تكره قلت له سيد الرئيس فما كورونا سيريست قلت له واحنا عندنا رجال عظام هذا من لازم نعرفوا الشباب التونسي بالرجال هم رجال العظام هم نجموا يقتديوا بهم هذا اليوم احنا لازمنا نعرفوا الشباب التونسي بالرجال التوانسه اللي قاموا بصنع التاريخ التونسي اكيد باش يكونوا فخورين بالماضي نتاعهم اكيد جدا تونس نشكرك برشا وربي يفضلك والله يرحم الوالد الله يرحم الوالد شكرا لك توت سويت خليكم مع صفاء في موجه 99 كاب اف ام الكلمه ليك